فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك. سبق في قبل قليل أن من جاء بعد عمر ساروا على خطته ومنهجه في الشروط على أهل الذمة، ومنهم عثمان رضي الله عنه الخليفة من بعد عمر الذي ولى الخلافة بعد عمر مباشرة، فإنه مشى على خطة عمر رضي الله عنه في هذه القضية. نعم. قال: فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب،